تعمل ايه؟ مباراة كبيرة للأهلي، تقدر تعمل مباراة كبيرة النهاردة يا كابتن، مبروك التأهل النهائي، وبكرة إن شاء الله مباراة سبورتنج. النهاردة النهائي مبروك التأهل يا كابتن. ماي كابتن مبروك التعاون يا كابتن، مباراة كبيرة النهاردة، ومبروك التعاون للنهائي بكرة أمام سبورتنج إن شاء الله. تحب تقول لها توجه للجمهور كلمة للجمهور يا كابتن بمناسبة التعاون؟ الحمد لله تستعدوا ازاي لسبورتنج ونجمع بين الثنائيه بقى لنا سنين ما جمعناش بينهم. مبروك يا كابتن، وباذن الله بكره هنحتفل بالكاس. كلمه للجمهور الاهلي ومبروك التاهل، وبكره ان شاء الله نهائي كاس مصر امام سبورتنج. مباراه كبيره النهارده قدمتوها. نعم مباراه كبيره النهارده قدمتوها. احنا نازلين ما شاء الله انك كسبنا الزمالك في اسبوع، في اقل من اسبوع مرتين في عشرة ايام. احنا تعبانين، عندنا اصابات كتير، الحمد لله احنا قدرنا نقف على رجلينا عشان بس اتفقنا ان احنا نقاطر على كل كوره، وده بتاع ربنا. وطبعا بنشكر الجمهور اللي دعمنا كتير الفتره اللي فاتت، وان احنا يعني قدر ان يدينا حافز ان احنا نقاطر على المكسب، والحمد لله ربنا ادانا اللي بيبقى عايز اكتر هو اللي بكره هتكون فرصه كبيره جدا، بقى لنا كتير ما جمعناش بين الدوري والكاس. مش احنا بس، حتى الزمالك هو اصلا في مصر بقى لنا 10 سنين مفيش فرقه خدت الدوري والكاس مع بعض، فدي حاجه صعبه. ولازم طبعا نقفل ملف الماتش النهارده ونركز بكره، ودي حاجه صعبه جدا مش سهله، خصوصا انك سبت مكسب حلو النهارده مع نادي الزمالك. بس ان شاء الله نحاول نلم نفسنا وبكره نأدي احسن من ان شاء الله. مليون مبروك كابتن التاهل، وان شاء الله بكره نحتفل بالكاس. مبروك التأهل، مباراة كبيرة النهاردة قدمتوها قدام نادي الزمالك. كلمة ووعد لجمهور النادي الأهلي بكرة إن شاء الله مباراة أمام سبورتنج. بمناسبة إن مفيش فريق جمع بين الدوري والكاس بقالنا تقريبا أكتر من 10 سنين، بكرة تستعدوا مباراة إزاي؟ مبروك كابتن، واحتفل بكره ان شاء الله. ماشي.